ولتحليل أبرز ما جاء في سوق المال المصري ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذة حنان رمسيس محلل أسواق المال. مرحبا بكم على قناة أزهري ببرنامج أرقام وأسواق. مساء الخير يا أنجي. مساء النور أستاذة حنان. يعني بداية، البورصة المصرية شهدت اليوم صعودا جماعيا، ما تحليل حضرتك لجلسة اليوم وأسباب الأداء الصاعد في ختام التعاملات؟ طبعا أسباب الأداء الصاعد هو ارتفاع قيم التداول اللي بتصل ل 2.25 مليار جنيه. نعم. وارتفاع السيولة ده بيدعم أداء المؤشرات وبقائها في المنطقة الخضراء. طبعا احنا من خلال متابعة المتعاملين كان فين المصريين والمؤسسات النهاردة على شراء. نعم. في حين الأجانب والعرب كانوا على مبيعات، وكان في برضه تذبذب في أداء المؤشرات، ولكن أنهت الجلسة على التواجد في المنطقة الخضراء. ارتفع المؤشر 30 بنسبة 1.26%، واحنا عند مستوى 17.430 نقطة. طبعا عندنا منطقة مقاومة رئيسية عند 17.600 نقطة اللي هو نزل منها المؤشر المرة اللي فاتت، فاحنا برضو لسه عندنا يعني احتمالات صعود جيدة بفضل الأسهم القيادية اللي في بعض منها اتأيد في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، وده طبعا عزز من وجود أكتر من سهم لاختيارات المتعاملين داخل البورصة، وكمان إلى جانب الأداء القوي الجيد لسهم البنك التجاري الدولي في بورصة لندن اللي ابتدى المتعاملين يبقى هو ده المقياس إن في ارتفاعات للسهم في السوق أو في انخفاضات. طبعا وشفنا إن السيولة ابتدت إن هي تتوزع على المؤشرات، ولكن المؤشر 30 مستحوذ على النصيب الأكبر من السيولة. مؤشر 70 برضو كان عرض النهارده ارتفاع 1.78% عند مستوى 2973 نقطة. طبعا برضو شايفين ان حركات المتعاملين من تعامل الزيرو اللي هو الشراء والباع خلال نفس الجلسة بيخلي برضو اداء الاسهم داخل المؤشر مش واضحة، ولكن في مناطق دعم قوية جدا في العديد من الاسهم، والسيولة القوية واهتمام المتعاملين الافراد بضخ السيولة هو اللي بيخلي المؤشر يبقى في المنطقة الخضراء. طبعا احنا عندنا مستهدفات كبيرة جدا بالنسبة للمؤشرات الرئيسية والفرعية بسبب التعويم. طبعا لازم نذكر ان في التعويم في 2016 كان وصل المؤشر في سنة 2018 ل 18000 نقطة، فاحنا لغاية دلوقتي ما وصلناش للقمة التاريخية اللي احنا كنا وصلناها في اول تعويم خالص. نعم أستاذة حنان، تابعنا شراء شميرة الإماراتية حصة مباشرة في بنك الاستثمار هيرمس، ما تقييمك للصفقة وماذا تعني للسوق وأيضا لهيرمس أستاذة حنان؟ طبعا الصفقة دي من الصفقات الناجحة اللي بتدور عليها شركة شميرة في السوق المصري، وهي دخلت قبل كده في قطاع الاستثمار في سهم بيلتون. نعم. والنهاردة داخلة في سهم هرمس. هرمس طبعا ده بنك كبير من بنوك الاستثمار. نعم. له أداء مالي جيد متقيد في البورصات العالمية، له أداء قوي جدا وعنده استحواذات وإدارة للطروحات في المنطقة العربية ناجحة جدا، وهي من الشركات الناجحة على المستوى لو كان سمسارة لو كان يعني أي نشاط متخصص آخر، وعندها العديد من الأنشطة والفروع المتواجدة ليها في الأنشطة يعني الصغيرة والمتوسطة والتمويل وما إلى ذلك، تحت الفرصة لشركة شميرة أن هي تفكر بجدية في استحواذ على حصة، لأن كده هتوسع قاعدة التعامل عندنا في السوق المصري، كما أنها اختارت شركة من الشركات الناجحة على كافة المستويات، فهتضمن نجاح الشركة المستحوذة وكمان هتزود في نجاح الشركة المتواجدة في مصر، فهيفيد السوق المصري. وتعتبر برضو ان التحركات السعريه اللي وصلت اليها هرمس في جلسه اليوم لسه برضو عليها مستويات سعريه جديده مع التفاعل مع تحقيق الارباح المستقبليه فيما يتعلق باداء هذا السهم بعد ضخ السيوله القويه فيه. نعم، ولتحليل ابرز ما جاء في اسواق المال الاماراتيه والتي شهدت تباينا، ابدا مع حضرتك من بورصه ابو ظبي والتي اغلقت مرتفعه، ما تقييمك لجلسه اليوم وابرز ما جاء فيها من احداث؟ طبعا في بورصة ابو ظبي النهارده كان في ارتفاع 1%، احنا عند مستوى 9941 نقطة بقيم تداول 1.299 مليار درهم ومكاسب سوقية ب 5 مليار درهم. برضو لازم نحط في اعتبارنا ان الارتفاعات دي ارتفاعات هامشية وليست ارتفاعات قياسية. طبعا احنا شايفين ان اداء المؤشر يعني احنا كل ما بيوصل ل 10200 نقطة او 300 نقطة بننزل تاني ادناها ونتداول عند 9900 نقطة ثم نعاود الارتفاع مرة اخرى بطريقة هامشية.
المضاربات السريعة من قبل المتعاملين وعدم التركيز في أسهم والترقب الحذر عند المتعاملين لبيانات التضخم الأمريكي، فيما يتعلق بقوة الدولار مقابل سلة العملات، فيما يتعلق برفع أسعار الفايدة ووتيرة التشدد النقدي بيأثر على أداء البورصات الخليجية وخصوصا بورصة الإمارات. وطبعا لازم نحط في اعتبارنا إن تذبذب أسعار النفط في الطلوع والهبوط دايما بيأثر على شهية المتعاملين. طبعا احنا عندنا مستهدفات سعرية لبورصة أبو ظبي تصل إلى 10500 نقطة ويمكن أعلى من كده، ولكن انتظار المتعامل لبرنامج الطروحات اللي بتنتهجها الدولة ده يعني ممكن يدعم إن هو بيحتفظين بالسيولة انتظارا لأي فرص استثمارية جديدة. نعم، ننتقل لسوق دبي الذي انخفض اليوم، ما تحليلك أيضا؟ برضه المضاربة السريعة في الأسهم في سوق دبي ويعني محدودية الاختيارات وانخفاض قيم التداول اللي يعني بتصل بالكاد ل 200 مليون درهم بتأثر على أداء المؤشر وبتخليه نوعا ما يعني لو كان هيرتفع لغاية مثلا 4000 نقطة يعاود الانخفاض، فاحنا النهاردة عند مستوى 3459 نقطة. برضو عندنا مستهدفات كبيرة جدا للمؤشر سوق دبي ومنتظرين طروحات حكومية جديدة، منتظرين الشركات الخاصة والشركات الحكومية تتضخ في البورصة، وشفنا ان اهتمت حكومة دبي يعني تغيير الوزارة وتعيين شباب للاستمرار في معدلات التنمية العالية والرؤى المستقبلية بالنسبة للشباب ولمساهمتهم في الحياة السياسية، وده طبعا له داعم كبير جدا للنواحي الاقتصادية اللي تتعلق بإمارة دبي وبالإمارات على وجه الخصوص. صحيح. أخيرا أستاذة حنان، ارتفعت أرباح الشركة العالمية القابضة المدرجة في بورصة أبو ظبي بنسبة بلغت 175% خلال العام الماضي لأكثر من 31 مليار درهم، ما تأثير نتائج الأعمال الإيجابية على أداء الشركة والسهم الفترة المقبلة؟ طبعا الشركة العالمية القابضة دي مش أول سنة تحقق فيها نتائج مالية جيدة ولا ارتفاع في الأرباح، ولكن يعني هي السنوات المتوالية في سنة من السنين عملت ارتفاع في الأرباح أكثر من 259%، وطبعا هي قامت بزيادة يعني الطروحات المتواجدة في البورصة في شهر نوفمبر الماضي بسبب الإقبال على الاستثمار في هذا السهم. طبعا السهم العالمية عنده قطاعات كثيرة للاستثمار منها قطاع الطاقة، الأغذية، الرعاية الصحية، العقارات، التعليم، وكمان بيعمل العديد من الاستحواذات داخل الإمارات وخارج الإمارات في الهند وتركيا، وده طبعا بيؤثر على الخطط الاستثمارية بالنسبة للشركة بالإيجاب، كما أنها شركة عندها اهتمام بالاحتفاظ بالسيولة عشان تقتنص أي فرصة كانت لو في المنطقة العربية، لو في منطقة شرق آسيا أو في المناطق المجاورة، وعندها برضو استثمارات جيدة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، وبتوسع هذه الاستثمارات لما يدر العائد القوي على يعني الشركة داخل الإمارات. طبعا كان في مشكلة في الهند بسبب شركة تابعة للشركة العالمية القابضة، ولكن استطاعت الشركة تدارك هذا يعني الانخفاض في الأرباح الخاصة بالمكاشفة مع الشركة الهندية، وقامت بالإجراءات الاحترازية وبتحاول إن هي تصفي استثماراتها في الشركات الخاسرة أو البرة المجال اللي هي ما بتهتمش بيه وتركز أكتر في المجالات التي بتهتم بيها ومع الاحتفاظ بالسيولة لاقتناص الفرص. نعم، كنت أسأل حضرتك أستاذة حنان عن توقعاتك لأداء السهم أيضا الفترة المقبلة. أنا شايفة إن السهم عنده نقاط قوة كبيرة جدا من خلال الاستحواذات ومن خلال الاستثمارات اللي بيقوم بها المباشرة والغير مباشرة، وشايفة إن هو هيقدر يصمد في ظل التذبذب أداء المؤشرات في سوق أبو ظبي، وهيظل السهم من الأسهم القيادية القائدة اللي بينظر إليها المتعامل ك يعني سهم استراتيجي في قطاع قوي للاستثمار لتكوين محافظ استثمارية قوية والاستثمار طويل الأجل. نعم، وضحت النقطة. بشكر حضرتك أستاذة حنان رمسيس محلل أسواق المال لمشاركتها معنا اليوم.